الزملاء الزميلات الاصدقاء الاحبه في كل مكان صباح الخير مساء الخير آه، سعيده السلام عليكم لكل واحد فيكم اتمنى ان شاء الله اتمنى تكونوا بخير وعافيه وصحه وسلامه موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع مهم جدا هو شائك وشاق وشيق وشاي وشيق في نفس الوقت شائك وشاق وشيق بمعنى لو ماذا يحدث بعد الحروب والكوارث الطبيعيه ما بعد الحروب والكوارث ده كان كان سؤال ساله لي احد الاخوه اللي هو قال لي عندك تعمل حلقه او حلقتين في هذا الموضوع احنا في الكوارث الطبيعيه او الحروب ساعات بتكون مخطط ليها وساعات تكون بتحصل فجاه في بعض الحروب بيكون مخطط ليها وفي بعض الكوارث الطبيعيه احنا عارفين انها هتحصل وعارفين المناطق اللي متوقع الحدوث فيها فهنقسم الموضوع ده الى حلقتين الحلقه الاولى الاولى ان احنا امتى لما تكون الكارثه حد متوقعه او الحرب متوقعه نعمل ايه ولما تكون مش متوقعه نعمل ايه ونبدا اليوم حينما تكون الكارثه او الحرب متوقعه متوقعه فين بقى في حاله الحروب والغزوات اللي احنا عارفينها الناس مخططين ليها وحتى الاماكن المتكرر فيها الكوارث الطبيعيه والزلازل والبراكين والفيضانات زي ما احنا شفنا كده وحتى الاعاصير وخلافها حالة مناطق الصراعات النزاعات المسلحه على الحدود في بعض الدول زي ما حصل زمان 2006 و2004 في اللي هو آه في دارفور ما بين المزارعين وبين اللي هم رعاه ال... الابل والغنم الى اخره في بعض المشادات اللي بتحصل بين القبائل والعشاء دي بتكون متوقعه إن بقى عشرين خمسين 50 100 سنة 200 سنة وعارفين المنطقة دي موبوءة بالزلازل أو البراكين أو الأعاصير أو إحنا في صراعات مسلحة على الموارد الطبيعية اللي هي موجودة. خلاص نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه بقى؟ كل شغلنا هيكون في عمل سياسات الاستعداد. سياسة الاستعداد نصنعها تبدأ من على مستوى الدولة إلى أقل تكون في الدولة. أول حاجة يكون في هيكل الدولة اللي بتحصل فيها هذه الكوارث المتوقعة ها فيها وزارة أو إدارة عليا مركزية تتعامل مع الطوارئ لأن إحنا عارفين إن كل سنة أو اثنين أو خمسة أو عشرة بتحصل لنا الكوارث دي كلها يبقى أنا عندي نمرة واحد إن أنا عندي إما وزارة للطوارئ أو إدارة عليا وتكون في كل وزارة من هذه الوزارات الأخرى يعني عندنا وزارة متخصصة أو وزارة متخصصة للطوارئ المركزية يعني زائد في كل وزارة أخرى إدارة أو قسم للتعامل مع الكوارث وإن الدولة نفسها تجهز هذه الإدارة بأليات ومعدات لازمة للتعامل مع هذه الكوارث والحروب كارثة طبيعية من عربات وإسعاف وأجهزة ومروحيات إلى آخره إلى آخره إلى آخره يبقى طالما احنا عارفين ان دولتنا في مهب الريح تحصل فيها كوارث طبيعيه كتيره جدا او في مناطق صراعات على الحدود يبقى احنا لابد ان احنا نعمل ايه؟ نعمل اما وزاره او اداره مركزيه للكوارث. وفي كل وزاره من بتاعتنا نحط فيها اداره ايه؟ في داخل الوزاره نفسها. نمره اثنين يكون عندنا برنامج اسمه اللي هو الاداره انذار السريع، معناه ايه؟ اللي احنا بنسميه بالانجليزي Early Warning System Department البرنامج ده اللي هو الانذار المبكر الانذار المبكر اللي يكون بيتوقع مع التغيرات المناخية التغيرات الجيولوجية التغيرات السياسية ان هتحصل فيه اما حرب او كارثة ده نمرة ثلاثة نمرة اربعة يكون في الدولة ميزانية ميزانية الدولة مثلا فيها مثلا تريليون دولار او اتنين تريليون دولار الى اخره يكون خمسة في المية لسبعة في المية من هذه الميزانية مخصصة للتعامل مع الكوارث ما نجيش تعب محصر الكارثة ندور على فلوس لا الميزانية اللي عندنا هيكون فيها خمسة لسبعة في المية لإدارة الكوارث بيكون في كل حي من الأحياء على مستوى البلديات إدارة لإدارة المخاطر والكوارث ونشجع الأحياء هذه أنها تكون لجان شعبية تحافظ على أمن وسلامة أبناء هذه الأحياء أثناء الكارثة ليه يا شباب؟ لأنها هيطلع المجرمين لأن لما احنا رحنا السنة دي أو السنة اللي فاتت آسف في فبراير لأنطاكيا بعد الزلزال ما حصل كان يوم 12 في فبراير الزلزال حصل إيه؟ يوم 6 لأن ما فيش ولا بني آدم في أنطاكيا ولا بني آدم كأنها مدينة أشباح مية أموات أو كالتي إيه؟ آه قرية خلاص ماتت. بدأ البلطجية يخشوا البيوت يسرقوا الإيه؟ الحاجات بتاعة الناس. وبدأ البلطجية اللي هم كانوا في تركيا يخش يشوف الناس اللي ماشية وخارجة من البيوت دي يوقفوهم وياخدوا منهم الحاجات اللي معاهم. فلذلك في الأحياء في الأماكن دي كلها لابد تبقى في لجان شعبية تحاول وبدا لو في اماكن اخرى يغتصب البنات والنساء في اماكن اخرى يعني. لما نتكلم عن هذه انا بس ضربت المثل بتاع تركيا وسوريا لكن في اماكن في بلاد اخرى اغتصبت البنات والنساء اللي ما كانش في حد موجود. فلابد يكون في لجان شعبيه الى اخره. النقطه لا النقطه الاخرانيه اللي كنت عايز أكلمك إيه. انا اقول في الاول العام 2023 يا شباب احنا شفنا ست كوارث. او سبع كوارث في اماكن مختلفة اول حاجة بدأت بعام بستة فبراير في تركيا وسوريا عارفين الزلزال تاني حاجة الكارثة اللي الصراعات المسلحة بدأت في السودان عن طريق اللي هم اللي هم القوات الانتشار السريع دول في نص نص ابريل ثالث كارثه حصلت اللي هو الـ الـ الزلزال في آه في المغرب الرابعة كانت فين كان اللي هو الاعصار في ليبيا الخامسة كانت الزلزال في اعوذ بالله في افغانستان السادسة كانت اللي هو 7 اكتوبر اللي هو المواجهة العسكرية والمواجهة المسلحة ما بين في غزة ففي اثنين مواجهة مسلحة وفي اربعة اللي هو كوارث طبيعيه لما مواجهه بصراحه واحده في غزه واحده فيهم في السودان الاربعه التانيين اللي هم كانوا ما بين تركيا تركيا وسوريا الاثنين وبعدين ليبيا وبعدين افغانستان وبعدين المغرب فهنا سنه 2023 تدرس تدرس لينا في الكلام اللي انا بقوله دلوقتي وما ازاي بقى كل هذه المؤسسات تكون مستعده على مستوى الدوله يعني مثلا اعصار ليبيا كنا عارفين ان الاعصار ضرب جنوب اليونان ومتوقعين ان يجي ايه لدرنا ها آه فده كان معروف في انطاكيا كان عارفين المنطقه دي بيحصل في المنطقه اللي بتاعه اللي هناك دي بتحصل فيها زلازل من زمان يعني نرجع مره اخرى نكون احنا قلنا بقى في في داخل الدوله اللي بيحصل فيها الكوارث بنستعد للزلازل الاستعداد بس ما بيقفش عند المؤسسات الحكومية أبدا يبقى المؤسسات الدينية كذلك يعني إيه مؤسسات دينية يعني كل حي من الأحياء في كنيسة أو في مسجد لابد يكون لها دور لابد المؤسسات الدينية يكون لها دور في التعامل مع الكوارث اللي بتحصل أو مع اللي هو اللي هي النزوح واللجوء بتاع الصراعات المصالحة ليه بقى أنا قلت المؤسسات الدينية لأنها لأنها عندها متطوعين كتير. متطوعين أغلبهم عنده قيم وأخلاق ورسائل. أبدا. نمرة اثنين عندها عندها منشآت كتيرة. الكنائس عندها منشآت والمساجد عندها منشآت والمعابد عندها منشآت. ممكن يستفاد من هذه الكنائس ومن هذه المساجد وهذه المعابد في في لجوء النازحين واللاجئين. نمرة ثلاثة بالنسبة للمؤسسات الدينية الناس فيها هناك تعودوا على استماع المسؤولين يعني في في مبدا الطاعه موجود عند المصلين لو بيسمعوا القسيس او بيسمعوا الامام كجزء من رسالتهم الايجابيه الامنيه نمرة أربعة نفس الجامع أو نفس الكنيسة عندها أنشطة عن اجتماعية كثيرة بتقوم بها فبالتالي أبناء هذه المؤسسات عندهم خبرة أو جزء من خبرة على التعامل مع هذه الأعمال الاجتماعية النقطة الأخيرة بالنسبة للمؤسسات الدينية إن المواطنين يثقوا في مثل هذه المؤسسات الدينية. واخد ليه؟ فبيدوهم تبرعات. فلو احنا من تبرعات هتلاقيهم يدوا المسجد ويدوا الكنيسة إلى آخره. ده بالنسبة لدور المؤسسات الدينية في التعامل مع الكوارث المتوقعة. النقطة اللي بعدها لابد يكون هناك مجالس تنسيق على مستوى الحي ومستوى القرية ومستوى المدينة ومستوى المحافظة ومستوى الوطن كله. ويكون مجالس التنسيق دي بينها وبين الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية تواصل. يعني بمعنى إيه؟ لو إحنا عندنا لو إحنا عندنا إدارة وزارة مركزية للطوارئ وعندنا إدارات في كل في كل وزارة وبعدين عندنا إدارات في كل الأحياء وبعدين عندنا مجالس شعبية بتحاول نعمل فيها بعدين عندنا ادارات داخل مساجد وداخل كنائس، كل هذه الاشياء لابد ان تنسق فيما بينها لن نستطيع ان نتعامل مع بعضنا البعض ونقلل قدر الكوارث الا اذا حصل تنسيق وتواصل سواء بين الجمعيات او بين الادارات او بين الاحياء او بين القرى او بين الشوارع او بين الحكومه ليه لان الموضوع اكبر من حجم مسجد واكبر من حجم كنيسه واكبر من حجم جمعيه ثم على الحكومة أن تدرب العاملين في مؤسسة المجتمع المدني على التعامل مع هذه الكوارث وفي أثناء الحروب كذلك ثم تتولى الدولة بعد كده هو نشر ثقافة التطوع لأن على المتطوعين أنا متوقع أن مثلا في منطقة بتاع الدرنة اللي هي في شمال شرق ليبيا أن دي بيجي فيضانات أو متوقع أن في سد حينهار في مكان من الأماكن يعني مثلا أو متوقع في ارتفاع منسوب المياه في حتة فممكن ده يؤثر على بعض السدود زي ما حصل في منطقة في غرب ليبيا اسمها زليتن. فكل هذه الأشياء لما ننظر إليها يبقى إحنا لابد أن نتعامل بمنهجية إننا ننشر ثقافة التطوع من من لمدة يعني من 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 في المدارس. تبقى جزء من المنهج الدراسي الذي يدرس الأطفال وفي المدارس وفي الجامعات. الدولة اللي متوقعة ان يكون فيها كوارث او م م ك كثيرة يعني لابد ان يكون لها مخازن مركزية علشان تجهز فيها وتجمع فيها المواد الاغاثية الاولية للتعامل معاها ما ينفعش كده اصحى من النوم الاقي في زلزال الاقي ما عنديش مخزن ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انا مت... انا عايش بلدتي او وطني في اماكن متعرضة للكوارث او في حروب لابد ان انا اصنع او اقيم هذه المراكز لتجميع المواد الاغاثيه الاولى او يكون يعني انا حاطط فيها المواد الاغاثيه الاولى. النقطه الاخيره وهي نقطه استراتيجيه، احنا انا قلت في الاول ان لابد يكون 5 7% من الميزانيه للطوارئ في البلاد اللي متوقع فيها كوارث. يبقى لو البند ده ما صرفناهوش سنه 2023 او 1990 ما نصرفوش بقى نحوله نرجعه لا نخليه زي ما هو ونرحله ها؟ للسنه اللي بعدها عشان يكون جزء اساسي في بناء الاحتياط الاستراتيجي للدوله عشان تستثمرها تسمير في هذا المجال، وما تنفقش على الجنود الاخرى، ليه؟ لان مناطقنا الكوارث فيها اصل من اصول بقاء الحياه على هذه الاراضي. فلو الميزانيه لم تصرف في 2023 تفضل في 24 مع ميزانيه 24 ومع ميزانيه 25، ليه؟ لان انا عايز ان انا امنع الفجعه اللي تحدث بعد الكارثه. بالنسبه للكوارث الطبيعيه والزلازل والبراكين الى اخره علينا ان احنا واحنا بنبني بيوتنا نعمل إيه؟ نراعي الاماكن اللي بتحصل فيها كارثه. والله المجرى ده بتاع الميه ده مجرى سيول وكل سنه بتحصل فيه فيضانات وبتحصل فيه اعاصير لا يبقى خلاص مش هنبني في المجرى في مجرى في مجرى الانهار. مش هنجري في مجرى السيول، مش هنبني في المنطقة اللي بتحصل فيها كوارث، أه؟ أو هنبني أبنية تقاوم اللي هو الزلازل، زي ما بيحصل في اليابان، زي ما حصل في أمريكا قبل كده، لكن علينا إن إحنا نبني وإحنا بنخطط للأحياء والمدن أن نرى أن هذه المناطق غير غير معدة للبناء أو لإقامة البشر فيها، وده اللي إحنا بنتكلم عليه، أنا إتكلمت عن هنا في النقاط اللي فاتت دي كلها عن متى نس كيف نستعد كيف نستعد للتعامل مع الكوارث ومع الحروب اذا كنا متوقعين هذه الكوارث والحروب ففي الحلقه القادمه ان شاء الله احاول اتكلم عن اللي هو ما الذي نفعله حينما تندلع الحروب وتحدث الكوارث دون سبق انذار اللي احنا عايزين نتعلم منه يا شباب بس عشان ايه قبل ما اختم ان شاء الله حصل في افغانستان في باكستان فيضان في سنة 2022 أتى من الشمال وفضل المياه نازله لغاية ما عدت على بلوشستان والسند دمرت ما لا يقل عن مليون أو 2 مليون منزل هنا بقى بنيجي نقول إيه طيب ده كان سنة وعشرين طيب البنك الدولي والدول وكذا تبرعوا ليه؟ التعاون مع هذا الفيضان او ذيك الكارثه. لما انا زرت باكستان السنه اللي فاتت ورحت السند لقيت ان كثير جدا يمكن 90% من المنازل اللي لم تبنى بعد. وهنا ما بين دخول الاموال من المتبرع في حساباتك من جهه وبعدين صرف وانفاق هذه الاموال على المست... على اصحاب الاموال في بناء مساجدهم وكنائسهم ومنازلهم ومدارسهم ومراكزهم من اخرى بتاخد وقت كبير جدا. حذاري انك تستمع لمسؤول يقول لك انا حبني المدينه دي في شهر في شهرين في ستة اشهر في سنه قول له باي باي روح كلم واحد تاني العصافير اللي هنا طارت مفيش حاجه بتبني بكره فيش لاجئ بيرجع بلده من بلد تانية بكرة فيش نازح بيرجع لأرضه وبيته بكرة تاخد شهور اللي لم تكن سنين بأمرين الأمر الأول استعداد الدولة وإمكانياتها للتعامل مع هذه الجائحة سواء كانت زلزال أو الحرب وقفت وهنرجع الناس مطرحها تاخد سنين دي نمرة واحد نمرة اتنين فساد الدولة في انفاق الاموال هل الدولة هتستطيع انها تنفق كل اموالها داخل هذه الجائحة بسرعة وحيادية وشفافية ولا لا؟ نمرة ثلاثة استعداد مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة في الدولة انها تساعد الدولة. وهكذا. نمرة اربعة اللي هو رغبة اللاجئين والنازحين انهم يرجعوا مرة ثانية لاماكنهم الاخرى. او انهم عايزين يقعدوا في اماكنهم الجديدة. فكل هذه الاشياء تقول لك ان ما بعد الكارثة سواء كانت حرب مسلحة أو صراعات مسلحة أو كانت كوارث طبيعية قد تأخذ ليست شهور ولكن سنين هنا احنا بنقول للعامة مش معنى ان انا اديتك فلوس النهارده او اديت انت فلوس 10000 دولار و20 دولار ان البيت هيكون موجود بكره. في بعض المتبرعين بيقول ايه؟ مش انا اديتك الشهر اللي فات الفلوس دي؟ اه اديتني الشهر اللي فات، طب فين البيت؟ بيت ايه يا ابو بيت؟ بيت ايه يعني؟ انت اديت فلوس السنه اللي انا عشان ابني بيت مش هبني بيت واحد انا هبني الف بيت او الفين بيت مش هبني عياده واحده هبني وهكذا في دراسات وفي اشياء بتعمل قبل ان تبنى مثل هذه المباني مره اخرى لكي نستطيع ارجاع هؤلاء الناس مره اخرى الى اماكنهم فاذا انت اعطيتني المال في 1 يناير 2023 فابدا محاسبتي بعد 1 يناير 2024 ابدا سؤال اذا كان في البناء اما في المواد الاغاثيه الاكل والشرب والميه دي ممكن تسالني بعدها باسبوع اسبوعين ثلاثه شهر وهكذا في فرق بين اننا نبني في فرق بين اننا نطعم وانا بعت خيام الى اخره الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون عن اللي هو في ما الذي نفعله عندما تندلع تندلع الحروب والحروب وتحدث الكوارث في فجأة يعني دون سابق انذار. وجزاكم الله خير ونراكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.